سقوط أجسام كوبري من مقطورة أعلى ثروة بالجيزة وأضرار في السيارات. سقطت أجسام كوبري كانت محملة على سيارة مقطورة أثناء سيرها على كوبري ثروة بالدقي في الجيزة اليوم الخميس دون وقوع خسائر بشرية، ولكن تسببت في تهشم 4 سيارات ملاكي على الأقل وتوقف حركة الطريق. انتقل أجهزة الأمن لمكان الواقعة ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لسحب الكثافات وتسيير الحركة أمام السيارات وإيجاد التحويلات المرورية، كما دفعت الشركة المنفذة للكوبري بأوناش لرفع أجسام الكوبري اللي انزلقت من المقطورة. يعني كان في مقطورة معدية وعليها إيه أجسام بتاع الكوبري يعني، فوقعت من كوبري ثروت دوت على السيارات. لا حول ولا قوة إلا بالله.